السلامة يا حاج. ايه الكيس ده يا بابا؟ ده كيس الفالنتاين يا حمودي. فالنتاين؟ ايوة يا عم. لا بتهزر بجد، جبت لي هدية عيد الحب؟ طبعا يا ام العيال، هو انا اقدر انساكي؟ طب وريني كده يا اخويا جبت ايه. اتفضلي يا حبيبة قلبي. ايه ده؟ لسانة وانت طيبة يا ام العيال. ازازة زيت؟ كيس سكر؟ ب27 جنيه، هدية على بطاقة التوقيت. تلات بطاطسات؟ طب ليه التمثيل ده يا اخوي؟ واخدهم من عند الوطفرج الخضري كده ملقتش. كيس مكرونة؟ ايه ده يا حاج؟ هدية الفالنتاين؟ هدية الفالنتاين ولا شنطة رمضان؟ كل سنة وانت طيبة، قومي بقى اعمل لنا المكرونة وحمر لنا البطاطس وحط لنا الأكل يلا. طب كنت هات فرخة يا اخوي؟ فرخ؟ ده الفرخة تعمل لها بتاع 400 جنيه دلوقتي. قومي يا ولية اعملي الأكل بلا فالنتاين بلا بتاع، قومي. حاضر يا اخوي.